يوما جميلا، يوما فرائحيا. ارتفعت أعلام اليمن الموحد على أسطح المنازل في المدن والقرى، عمت الفرحة كل بيت، غزت كل القلوب. إنه 22 مايو 90، عيد الأعياد، يوم انتظره اليمنيون طويلا، كابدوا كثيرا من أجل بلوغه، علقوا عليه كل الآمال. ما كانوا يعلمون أن يدا سرطانية ستسرق تاريخهم، ستمتد إلى جسدهم المعافى، ستأكل لحمهم، ستشوه أمجادهم، ستزرع الأشواك في طرقاتهم. ما كانوا يعلمون أن مناعتهم الوحدوية ستصاب بفيروس مخبأ داخل مداد هذا القلم. كانوا يعتقدون أن هذه يد خماسية الأصابع. ما كانوا يعلمون أنها تنين لا يتغذى إلا على الدم. أول الشهداء كان حسن الحريبي، ثم تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة للقتل. شريك الوحدة القادم من عدن انشغل بكتابة بيانات النعي، ينعي رفاقه ويعدد مناقبهم، والتنين يشرح دوافع القتل، يفسرها للناس، يقول إنها ثارات قديمة، تصفية حسابات، الاشتراكيون يقتلون الاشتراكيين. حتى هذا الرجل لم ينجو من محاولة لقتله، لا بمسدس ولا ببندقية آلية، وإنما بصاروخ من العيار الثقيل. أتى ليلاً على غرفة نومه في الطابق العلوي، رأينا حينها كيف دمر محتوياتها، نجا وقتها من الموت. كان في الطابق السفلي منشغلاً ربما بكتابة بيان نعي أو قصيدة رثاء. فترة انتقالية سوداوية، ومع ذلك عرف اليمنيون أثناءها فاكهة الديمقراطية، تذوقوها برغبة ومارسوها بحماس. كانت صناديق الاقتراع حينها نظيفة، لم يملأها التنين بعد قيحاً وصديداً، فاستطاعت خلال 3 سنوات فقط أن تنقل الشراكة في السلطة من مستوى القسمة على 2 إلى مستوى القسمة على 3. بعد الانتخابات وقع الرئيس صالح ونائبه علي سالم البيض على وثيقة نصت على إجراء تعديلات دستورية تتضمن تغيير شكل رئاسة الدولة من مجلس الرئاسي إلى رئيس ونائب ينتخبان من الشعب في قائمة واحدة، وانتخاب مجلس شورى تمثل فيه المحافظات بالتساوي، ويشكل مع مجلس النواب جمعية وطنية يرأسها نائب الرئيس، بالإضافة إلى إجراء انتخابات محلية تمنح المحافظات وما دونها حكماً محلياً واسع الصلاحيات. وبعد التوقيع سافر نائب الرئيس إلى الولايات المتحدة، وأثناء غيابه دفع الرئيس صالح بمسودة تعديلات دستورية إلى البرلمان لم تتضمن شيئاً من بنود الاتفاق الموقع عليه بينه وبين نائبه. علم النائب بهذا وهو في واشنطن، وبدا له أن علي صالح قد خدعه وانقلب عليه، وتنكر للأيمان المغلظة التي كان الرجلان يبرمانها منفردين لتعزيز عوامل الثقة بينهما. لم يعد البيض من واشنطن إلى صنعاء، وإنما إلى عدن، ومن هناك أعلن عن وجود أزمة سياسية أنكرها صالح في البداية، ثم عاد واعترف بها كعادته هذه الأيام. تداعى اليمنيون من كل الأطياف، وجلسوا على طاولة الحوار، وتوصلوا إلى صياغة وثيقة العهد والاتفاق، وثيقة بناء الدولة، دولة الشراكة الوطنية، دولة المواطنة المتساوية. وقعوا على الوثيقة في عمان، واختلفوا حول مغزى التوقيع. صالح اعتبره منهياً للأزمة، واشترط عودة البيض إلى صنعاء من أجل تنفيذ الوثيقة، والبيض اعتبر توقيع صالح على الوثيقة اعترافاً بالأزمة التي كان ينكرها، ويقول إنه لا وجود لها إلا في رأس البيض. ومن أجل العودة إلى صنعاء طلب البيض من صالح أن يثبت حسن النية ويقدم المتهمين بحوادث الاغتيالات السياسية إلى المحاكمة، وأن يلقي القبض على بقية الفارين من وجه العدالة. فصاح صالح صيحته الشهيرة: أنا لست شرطياً معك يا علي سالم البيض، ولن ألقي القبض على أي متهم حتى وإن كان بجوار دار الرئاسة. يجب أن تعود أولاً إلى صنعاء، إلى بيت الطاعة، وبعدها لكل مقام مقال. تصاعدت وتيرة الأزمة، وقرر صالح أن يعسكر السياسة وأن يلعب في مربع الحرب. وكادت الحرب أن تعود بالبلاد إلى ما قبل 22 مايو 90 لولا التحالف العريض الذي أسقط هذا الاحتمال.
ويوم 7 يوليو 94 بعثت الحكومة اليمنية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة التزمت فيها بتطبيق وثيقة العهد والاتفاق، وأنها ستحافظ على النهج الديمقراطي للبلاد وستحترم حقوق الإنسان، وأنها ستسعى من أجل التوافق الوطني عبر الحوار مع القوى السياسية في البلاد. كعادته لم ينفذ صالح شيئاً مما وعد به، بل قال عن وثيقة العهد والاتفاق إنها وثيقة الخيانة. تعامل مع الجنوب بحقد وكأنه غنيمة حرب، فعل في الجنوب في بضع سنوات ما لم يتجرأ الاستعمار البريطاني على فعله لأكثر من 120 عاماً. ثم كشف عن مشروعه العائلي للتوريث هكذا من غير حياء. نعم، لقد انتصر صالح عسكرياً عام 94، لكنه هزم سياسياً ووطنياً وإنسانياً وأخلاقياً. ظل لسنوات بعد الحرب ينكأ الجروح ويستعرض معاركه وبطولاته الزائفة على شاشة التلفاز. ضاق أهلنا في الجنوب به ذرعاً، لم يعد بمقدورهم أن يحتملوه، أرادوا أن يتخلصوا من الكابوس. كانوا رواداً في النضال السلمي. منذ العام 2007 قدموا أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 13,000 جريح، ودخل منهم الآلاف إلى المعتقلات. استمات الطاغية من أجل تشويه الحراك السلمي في الجنوب، قال عنه ما لم يقله مالك في الخمر، ثم حاول أن يلعب على ورقة أبناء الشمال وأبناء الجنوب. أراد أن يشيع ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. الجنوبيون يقولون له: نكرهك، لا نطيق وجودك بيننا. وهو يلتفت إلى أبناء الشمال ويقول لهم: الجنوبيون يكرهونكم، لا يطيقون وجودكم بينهم. سقطت هذه اللعبة، تعرت هذه اللعبة، انكشفت هذه اللعبة. مجزرة جمعة الكرامة استفزت كرامة أهل الجنوب قبل أهل الشمال. للحرية في الشمال ساحات، والجنوب كله ساحة واحدة للحرية. لن تطأ قدم علي صالح متراً مربعاً واحداً في الجنوب بعد اليوم، فالحرية والاستبداد لا يجتمعان. صحيح، دربوا أكثر من 38,000 شخص أيام الاتحاد السوفيتي للكذب والدعاية، للكذب والدعاية والتحريض. وأين آخرتهم؟ خارج الوطن. لا يقبل الوطن في جسمه النظيف، لا يقبل الوطن في جسمه النظيف النبتة الخبيثة. رفضهم شعبنا، ورفضهم ورفضهم، وخرجوا من عدن الباسلة، من يمن 22 مايو، يجرنا الخزي والعار. هذا ليس الزبيري، ولا هو عبود أو عبد النبي مدرم، هذا علي صالح الذي غدر بشركاء الوحدة. واليوم الشعب اليمني يقتص لهم، ينصفهم. لم يحدث في تاريخ اليمن أن رابط اليمنيون في الساحات ليل نهار ولأكثر من 3 أشهر وهم يطالبون طاغية بالرحيل. سيعود كل اليمنيين من المهاجر، ولن يبقى خارج اليمن إلا علي صالح إذا قدر له أن يتجنب المحاكمة العادلة والمنصفة والشفافة التي يريدها له شعبه. سيمر 22 مايو وشباب اليمن عاطلون عن العمل في الطرقات، أو قتلى في الثلاجات، أو ينتظرون الموت في غرف العناية المركزة، أو جرحى بالرصاص الحي. سيمر ليتعرف على حجم المأساة التي صنعها علي صالح لهذا الجيل الذي خرج إلى الشوارع كاشفاً صدره العاري لمواجهة كل أنواع القمع والتنكيل. سيمر كي يرى بأم عينيه كيف صار شباب اليمن يجاهر بمحبته للموت عوضاً عن الواقع المزري الذي أنتجه نظام علي صالح. سيمر وشوارع المدن اليمنية مليئة بالقناصة والقتلة. سيمر وأجهزة الإعلام الرسمي طافحة بالكذابين والمدلسين والمنافقين والطبالين والزمارين والمداحين، لقاء قليل من الفتاة يرميه لهم الحاكم الطاغية. أنت عزيز على كل اليمنيين يا مايو، أنت عيد أعيادهم، لكن النظام الفاسد الجاثم على صدورهم لا يجعلهم قادرين على الاحتفاء بالطريقة التي تستحقها وتليق بمقامك. عندما تأتي في العام القادم سيكون هذا النظام
قد أصبح من الماضي الذي لا يستحق أن يذكر. حينها سيستقبلك اليمنيون بأقواس النصر، وحينها ستعرف كم أنت عزيز عليهم. ومع هذا لن يتركك اليمنيون تمر هذا العام دون أن يكونوا في انتظارك بالأطفال والأعلام والزهور.